السلام عليكم. الجمعية المغربية للمهنية مكافحة الآفات هي جمعية تعنى بمكافحة محاربة الآفات من قوارض وحشرات وزواحف بالمغرب. هي أول جمعية في هذا القطاع. اليوم في هذا اللقاء التواصلي بمدينة الرباط سنعلن عن شراكة رسمية مع الوزارة الوصية ممثلة في مندوبية محاربة الأوبئة والآفات. يعني هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين الوزارة وجمعية مهنية بالقطاع. هذه الشراكة هي ترسيخ لتبادل الخبرات ديال الجمعية والوزارة الوصية منذ نشأتها، والآن يعني هذا ترسيخ عبر شراكة رسمية وتوقيع رسمي من الوزارة. إن شاء الله هذه الشراكة عندها التزامات من كلا الجانبين. إن شاء الله إحنا الهدف ديالنا أننا نرفعه بالقطاع، وهذا هو الهدف الأسمى، هو الهدف الأسمى للوزارة. الحمد لله كاين تبادل ديال الأفكار والمقترحات، ولقينا دائما في الوزارة ممثلة في المندوبية أذان صاغية، والحمد لله يعني هذا تبين الاهتمام ديالهم بالقطاع، وهذا هو الهدف ديالنا احنا كمهنيين في هذا المجال. وإن شاء الله هذه الشراكة يكون لها ثمار في المستقبل، لا على القطاع ولا على في يعني في اتجاه حماية المواطن وصحته.